في سفر دانيال، صلاة دانيال. لما صلى دانيال يقول كده: صليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبي وحافظي وصلى. الصلاة دي صلاة بتتكرر على ألسنة الآباء والأنبياء بدون قصد، يعني ما كانوش متفقين يصلوا، لكن واضح إنه في جوهر للصلاة بيتصلى. فاهمين حاجة؟ في واضح إن في جوهر للصلاة. إيه الجوهر؟ إن في كلام على العهد، صح كده؟ فدايما نتكلم على العهد. خليني أقول لكم على حاجة قبل ما أتكلم على العهد، ليه أنا اخترت الموضوع ده أو ليه الموضوع ده مهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي. هبدأ الكلام من قراءة طويلة شوية من مزمورين ورا بعض، هما مزمور رقم 73 ومزمور رقم 74. هقرأ بعض القراءات في المزمورين دول. المزمورين دول اللي كتبهم واحد من قادة التسبيح هو أساف. المزمورين دول ورا بعض ده مش بالصدفة ولا بترتيب اللي رتب الكتاب المقدس. عارفين الكتاب المقدس كان مكتوب عبارة عن كل ورا بعضه، وجي واحد في التاريخ في القرن ال 13 وبعد كده في القرن ال 18 على ما أعتقد ابتدى يقسم إصحاحات وآيات. لكن عندنا شاهد في الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل يقول إن اللي رتب المزامير ورا بعض هو روح القدس. يعني ترقيم المزامير ده عمل من أعمال الروح القدس، مش مجرد بس حد رقم المزامير. الشاهد ده بيقول إيه في سفر أعمال الرسل إصحاح 13؟ إن الله قد أعمل هذا لنا نحن أولاده إذ أقام يسوع كما هو مكتوب في المزمور الثاني: أنت ابني أنا اليوم ولدت. فدي شهادة من الروح القدس إن المزمور الثاني هو المزمور الثاني. فاهمين اللي أنا عايز أقوله؟ إنه ترقيم المزامير ده اللي رقم المزامير ده روح القدس. فلما أجي أتكلم دلوقتي على مزمور رقم 73 و74 إن اللي كاتبهم واحد اسمه أساف وهما جم ورا بعض، ده ليه معنى إن الروح القدس قصد إن المزمورين دول يبقوا ورا بعض. ليه قصد يبقوا ورا بعض؟ نتيجة الكلام اللي فيه. تعالوا نبص كده على أساف. أساف مر بحالة انهيار، حالة انهيار نفسي شخصي. مر بحالة الانهيار دي نتيجة حاجة احنا بنعملها غير، نتيجة انه بص على اللي حواليه اللي هم غير المؤمنين لقيهم زي الفل، كل حاجة عندهم حلوة كويسة، حياتهم ماشية كويس، ما بيعيوش. انا أساف يعني أنا المرنم اللي بخدم اللي باجي الكنيسة حياتي إيه؟ متلخبطة، بتعب، بعيا، بيحصل لي حاجات غريبة مش لاقي لها تفسير. فابتدى أساف بسبب إنه اتحط مع مقارنة مع الناس اللي خارج الإيمان انهار، دخل في حالة الانهيار النفسي. بصوا كلمات أساف ويركزوا فيها قوي، يقول: لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار لأنهم ليست في موتهم شدائد. لما بيجي يموتوا بيموتوا ما بيحصلهمش مشكلة، ما فيش يعني مش بيتخبطوا بعربية وبعد كده يروحوا المستشفى وبتحصل مصيبة كبيرة أوي، لا، ليس في موتهم شدائد. إيه كمان؟ إيه كمان أساف شافه؟ ليس في موتهم شدائد، جسمهم سمين، صحتهم ايه؟ كويسة. ليسوا في تعب الناس، ومع البشر لا يظلمون، يعني كأنهم مش بشر عاديين، أنا بيتحط فوق دماغي مصايب قد كده وهم ايه؟ ما بيجرالهمش حاجة. جحظت عيونهم من الشعر، عارفين يعني ايه جحظت؟ عيونهم كده ايه؟ مش زي لابس نظارة ومش شايفكوا أصلاً،
اللي هو ايه عيونهم طلعت من كتر الشحن. هؤلاء هم الاشرار برغم ان هم اشرار لكن ايه ومسترحين الى الظهر يكسرون ثروه. يعني اشرار ومستريحين والثروه بتاعتهم بتكتر. وكنت وانا بقى اسف بيقول كنت ايه مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح. بص للناس حواليه ناس زي الفل وهو طول النهار ايه تعبان. فلما قصدت معرفه هذا يعني قعد يفكر كده قال طب يا رب طب هما بيحصل معاهم كده ليه وانا بيحصل معايا كده ليه. اول ما ابتدى يحاول يفهم تعب زياده. فلما قصدت معرفه هذا إذا هو تعب في عيني. وكلمة تعب يقولوا إن في الأصل العبري بتاعها إنه كل ما يفكر يتعب زيادة. يعني شفت واحد يقول لك طب كل ما أجي أفكر في المشكلة أتعب زيادة، صح؟ حد بيحصل له كده الأول ولا أنا بوعظ حتة تانية؟ أنا بتكلم على أساس بس في حد بيحصل معاه دلوقتي؟ أنت أساف تخلص من حالة الانهيار، أنت أساف تخلص من حالة الانهيار دي أول ما عمل حاجة. حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. قعد يقارن نفسه بالناس لقي إن هم زي الفل، كل حياتهم كويسة وهو اللي تعبان. من معرفش يحلها إلا غير لما دخل إلى مقادس الله. أول ما دخل إلى المقادس، أول ما دخل مخدع الصلاة، أول ما وقف قدام ربنا انتبه لآخرة الناس دول إيه؟ آخرتهم إيه؟ سودة. دول أشرار آخرتهم سودة. فقال لا طب يعني أول ما دخل وانتبه لآخرتهم قال حاجة عجيبة جدا. حقا قال إيه بقى؟ حقا في مزار جعلتهم اسقطتهم الى البوار، البوار يعني الارض اليابسه او الناشفه. كيف صاروا من خرابي بغتة اضمحلوا فنوا من الدواهي، يعني من كتر الدواهي اللي عندهم هيجي لهم وقت ويضمحلوا فنوا. كحلم عند التيقظ يا رب عند التيقظ تحتقر خيالهم، يعني حياتهم بكل الخير اللي هم عايشين فيه مجرد حلم. أول ما هيفوقوا منه هيكتشفوا إن هم عايشين في مصيبة سودة ورايحين في دهب. هدي. لا بس مش فرح فيهم. هدي لأنه عارف إن في نهاية وحشة جدا. ما ينفعش أنا أقارن نفسي بيهم، أنا لو قارنت نفسي بيهم المعادلة مش مظبوطة. قال له بص بقى يا رب أنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك ولكنني دائما معك. أنا عليك بص يا رب أنا طلعت إن أنا مش فاهم حاجة. أول ما دخلت وقفت قدامك طلعت إن أنا مش فاهم، صرت كبهيم عندك. بص يا رب أنا بهيم بهيم مش عايز أفهم بس المهم إن أنا إيه؟ دائما إيه؟ معك. في ترنيمة اللي هو أنا ومعديها بلا إجابات، يكفي وجوده مليني ثبات. مش عارف ليه مش عايز أفهم، يعني مش يكفيني أفهم إنك بابا. ده أساف لما مر بحالة الانهيار بسبب المقارنات. بصوا يا جماعة هتحط نفسك في مقارنة مع أي حد بره الايمان تقول طب ما احنا بنمشي مع ربنا وحياتنا متلخبطه ليه؟ طب ما مش عايزه تتظبط ليه؟ طب ما العيا مش عايز يخف ليه؟ طب المشكله مش عايزه تتحل ليه؟ والناس اللي هم ما يعرفوش ربنا دول زي الفل. كذبه. كذبه ابليس بيوقعنا فيها عشان يقول لك وينسيك ان في جزاء وفي اخره لازم تبقى منتبه ليه. كان الحل لحالة الانهيار بتاعت أساف وحالة الانهيار لأي واحد فينا إنه أنت أو يعمل إيه؟ يدخل مقادس الله.
أول ما تدخل مقدس الله تنتبه. المزمور رقم 74 اللي أساف اتكلم فيه، اتكلم فيه على أكمل 73 أمسكت بيد اليمنى برأيك تهديني بعد إلى مجد تأخذني من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض قد فني لحمي وقلبي صخرة قلبي نصيبي أضاء إلى الدهر أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي أحسن لي أقرب ناحية الله. مزمور رقم 74 عشان أجري في الوقت. أساف طلع من حالة الإنار الفردي وبص حواليه على المؤمنين، لقي في حالة انهيار جماعي، لقي في إيه؟ حالة انهيار جماعي، في مشكلة كبيرة حاصلة في شعب الرب حواليه. بصوا والمشكلة دي حقيقية وأقول لكم الحل بتاعها إيه. بص كده على اللي حواليه، ركزوا معايا جدا. الكل قد حطم العدو في المقدس، يعني ليه بص حواليه ليه كل حاجه في اقداس الله متحطمه. الكل قد حطم العدو، العدو دخل المقدس وحطم كل حاجه كويس. قد زمر مقاومك في وسط معهدك، يعني في ناس وقعوا ووقفوا في وسط اجتماع شعب الرب وزمجر المقاومين دول وقالوا حد يطلع كده يقول لنا الايمان المسيحي مش عارف ايه، طب اثبت لي مش عارف. في ناس كده وقفوا زمجر مقاومون، جعلوا اياتهم ايات، يبانوا كانه رافع فؤوس، كان اللي جاي اللي المقاوم ده كانه معاه فاس ورافعها وعايز ينزل هبت في المؤمنين دول شعب الرب على الأشجار المشتبكة، كأن في أشجار مشتبكة وهو عايز يكسر. تعرفين لما الأشجار تبقى مشتبكة الخبطة مش تجيب شجرة واحدة، تجيب إيه؟ شجر كتير. والآن منقوشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون، حتى الحاجات المقدسة جدا بيكسروها. أطلقوا النار في مقدسك، دنسوا للأرض مسكن اسمك، قالوا في قلوبهم لنفنيهم معا. في ناس يجي حوالينا كده وحوالين أساف في حالة انهيار جماعي جايين لشعب الرب، هنفنيهم كلهم. قالوا في قلوبهم لنفنيهم معا، أحرقوا كل معاهد الله في الأرض، كل مكان بيذكر فيه اسم الله حرقوه. معاهد، معاهد هي معاهد، يعني نفس الكلمة ترجمات قديمة شوية. آياتنا لا ترى، بص كده راجع تاريخ الوقت اللي هو فيه، مفيش ولا آية من اللي كنا بنسمعها زمان الرب كان يعملها، الرب بطل يعمل حاجة. لا نبي بعد، ولا في نبي يقول لنا طب نعمل إيه. ولا بيننا من يعرف حتى متى. يعني محدش عارف لغاية ايه؟ لغاية امتى؟ حالة الانهيار دي هل حصل ولا دي كانت ايام اساف؟ هل حصل منها حاجات طيب؟ هزوا راسكم كده عشان احس ان انتوا موجود. موجود الانهيار الفظيع ده؟ موجود. طب الحل ايه يا عم اساف؟ يعني هتتعبنا معاك؟ الحل كان عند أساف في إنه يصلي ثلاث صلوات. نفسي نتعلمه. ثلاث صلوات، أول صلوة اذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القديم وفديتها سبت ميراثك جبل سنون هذا الذي ذكرت. قال له اذكر جماعتك يا رب. أول حاجة أساف لما شاف الانهيار الجماعي أول حاجة فكر فيها إنه يصلي إيه؟ من أجل الجماعة كلها. اذكر الكنيسة يا رب، اذكر كنيستك يا رب، اذكر جماعتك يا رب. نفسي نتعلم نصلي صلوات مش أنانية، ما تدورش حوالين احتياجاتي أنا بس، حوالين الكنيسة كلها، حوالين شعب الرب كله. اذكر جماعتك. تاني صلوة، صلوة ضد العدو. يبقى أول صلوة للكنيسة كلها اذكر الجماعة، تاني صلوة ضد العدل. حتى متى يا الله يعين المقاوم ويهين العدل؟
عدو اسمك الى الغايه. لماذا ترد يدك؟ اخرجها من وسط شحمك، افني. قال له انت لغايه امتى تبقى صابر ان العدو يعمل كده في شعبك؟ طلع ايدك من حضنك. انت ليه حاطط كانه يعني بيقول على الرب حاطط ايده في عبده في حضنه؟ قال له طلع ايدك من حضنك، افني هذا العدو اللي سبب حاله الانهيار للشعب. يبقى اول صلوه للجماعه، ثاني صلوه ضد العدو، ضد العدو، ثالث صلوه اذكر هذا نكمل على العدو، ان العدو قد عير الرب شعبا جاهلا. بصوا التعبير ده، اذكر ان العدو قد عير الرب شعبا جاهلا. اهان اسمك، شعب جاهل اهان اسمك. لا تسلم للوحش نفس يمامتك، قطيع بائسيك لا تنسى الى الابد. قال له احنا عاملين زي اليمامه الصغيره. لا تسلم نفس يمامتك للوحش. انظر الى العهد. ختم الصلوة بتاعته، انظر إلى العهد. كلمة قوية جدا 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 أساف ختم بيها حالة الانهيار الجماعي. قال له بص بقى، انظر إلى العهد. وقف. إيه الصلوة دي؟ إيه الصلوة دي؟ صلوة غريبة جدا. محدش فينا فكر مرة يصليها. ولا حد فكر يعني ايه؟ يعني ايه اساف يقف قدام الرب يقول له انظر الى العهد؟ وكانه في سين بينه وبين الرب. اول ما يقول له انظر الى العهد الرب فاهم انه في عهد وانا في العهد. اذا اقول لك انظر الى العهد. تعرفين الكنيسه لغايه النهارده، بس للاسف احنا مش واعيين قوي، الكنيسه لغايه النهارده بتصلي الصلوه دي بتاعت العهد، ومحدش عارف ايه هو العهد او ايه قصة العهد. بنقول في لحن في التسبيحة كل يوم، في لحن اسمه نتبعك. عارفين نتبعك؟ نتبعك بكل قلوبنا ونخافك ونطلب وجهك يا الله لا تخزينا اصنع معنا بحسب زيعتك وككسرة رحمتك يا رب أعين. انتوا مش حافظين. فلتصعد صلاتنا أمامك يا سيدنا مثل محرقه كباش وعجون سيمان. ونختم بقى، لا تنسى العهد الذي قطعت مع ابائنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. لا تنسى العهد. كيسه لغايه النهارده كل يوم في التسبيح بقول له انظر الى العهد. لا تنسى العهد. كل يوم في القداس القسمة السنوية اللي بتتقال طول السنة اللي أبونا بيصليها، يقول أيها العظيم المتعجب منه بالمجد حافظ عهده ورحمته للذين إيه؟ يعني الكنيسة في ليتورجياتها وصلواتها فاهمة قيمة الصلاة بالعهد، بس احنا مش فاهمين قيمة الصلاة بالعهد، لأن احنا مش فاهمين يعني ايه العهد، وايه شروط العهد، وليه الرب اختار انه يدخل في علاقة معانا اسمها علاقة عهدية. وده الموضوع اللي أنا عايز أتكلم عليه. العلاقة العهدية مع الله. إيه قيمة العهد؟ يقول لك الجواب بيبان ايه؟ من عنوانه. لما يكون الجواب، لما يكون الكتاب ده، الكتاب المقدس ده مكتوب عليه ايه؟ العهد القديم، العهد الجديد.
اسالك سؤال، ايه هو العهد القديم؟ تقول لي اسفار موسى الخمسه والتكوين خروجيه. لا 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 لا، ده يعني دي الاسفار اللي جوه العهد. ايه بقى هو العهد؟ كلمة الله للناس؟ لا، في عهد قديم وعهد جديد. ايه هو العهد؟ تعامل الله مع الناس قديما وجديدا؟ لا، ده قديم وجديد، ده قبل الميلاد وبعد الميلاد، احنا اللي قلنا كده. لكن في حاجة اسمها العهد. في عهد قديم. وعهد مع ابراهيم، ايه بقى العهد مع ابراهيم؟ وليه احنا لغاية النهاردة في الكنيسة نصلي لا تنسى العهد الذي قطعته مع ابائنا ابراهيم واسحاق ويعقوب؟ يا كنيسة، وانت عايشة في العهد مع ابراهيم ولا عايشة في العهد مع المسيح يسوع؟ وفي عهد مستقر. احنا عايزين نتكلم بقى في الوقت القليل اللي فاضل، انا خدت المقدمة دي كلها عشان اقول لك لو كنت في حالة انهيار فردي او حالة انهيار جماعي، ما عندكش حل غير مقادس الله وتصلي من موقع اسمه العهد. تقف قدام الله تقول له بادراك ووعي، وانت فاهم وحضرتك فاهمة، ولادي ملكك، انا في العهد. المشكلة تتحل ليه؟ انا في العهد. المرض يتشال ليه؟ انا في العهد. بس لازم تعرف ايه هو العهد وايه اللي مدخر ليك في العهد. يعني اي عهد ما بين اتنين لازم يبقى فيه ايه؟ شروط، صح؟ وفي بركات للعهد ده، يعني في خير من وراء العهد ده. هحاول امشي معاكم في اربع عهود بسرعه. الاول اقول لكم يعني ايه كلمه عهد قبل ما اقول ايه هو العهود الموجوده في الكتاب. يعني ايه كلمه عهد؟ كلمه عهد بيقولوا الدارسين في اللغه العبريه انها كلمه اسمها بريس. بريس معناها شيء يقطع ويسيل منه دم. كلمه عهد في اللغه معناها حاجه بتتقطع وبينزل منها دم. عشان كده دايما دايما تلاقوا تعبير لازق في كلمه عهد، يقول لك ايه؟ قطع العهد. ولو انت جيت فكرت فيها بالعربي كده كلمه ما تمشيش. يعني ايه قطع العهد؟ المفروض العهد ايه؟ يقام. العهد يبرم، العهد يتم الاتفاق عليه، لكن دايما الكتاب يقول لك قطع العهد. يعني ايه؟ الختان ده الاول علامه في العهد. بس انا هتكلم اكثر بشكل عام عن العهد. ففكره العهد معناها اتفضل انه دايما مرتبط بحاجه بتتقطع. فكلمه عهد مرتبطه بحاجه بتتقطع. المعاهدات زمان ما بين الشعوب كانت بتتعمل ازاي؟ كان مثلا لو في واحد من قبيله عايز يعمل عهد مع قبيله ثانيه، كانوا دايما يعملوا كده عشان يستقوا ببعض. اقول لك ليه العهد في دي؟ فكان يقطع حته من الشريان بتاعه وينزل نقطتين دم في كوبايه شربات مثلا، والتاني ينزل نقطتين دم في نفس الكوبايه، والاثنين يشربوا ايه؟ الشربات ده اللي هو فيه الدم. وكده بيقولوا لبعض انه احنا قطعنا عهد مع بعض، واللي يخون العهد يسفك دمه زي الدم اللي اتقطع ده. طبعا ده في الشعوب، طيب لما ربنا جه يعمل العهد مع الانسان ما عملش معاه دم، ربنا ما عندوش شريان فقطع، لكن جاب ايه؟ ذبيحه. عشان كده انا وهرجع تاني للتفصيل، عمل ذبيحه. دماء الذبائح دي كلها هي دماء العهد. هقول لكم بس بالتفصيل اكتر دلوقتي. هاخد اول عهد موجود في الكتاب المقدس. تخيلوا كده اول عهد اتعامل مع مين؟ مع الانسان. مع الانسان. مع ابراهيم؟ لا، ادم. طيب بص، هات كده اول عهد فعلا مع ادم. بس للاسف الشديد لو قريت سفر التكوين كله ما تلاقيش كلمه عهد.
يعني ما تلاقيش ان في سفر التكوين حاجه بتقول ان الرب قطع مع ادم عهد. امال نلاقي فين؟ نلاقي في سفر هوشع. وكل الكتاب بيكمل بعض. في سفر هوشع صح 6 آية 7 يقول ايه؟ إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر منه رقاب، ولكنهم كآدم تعدوا العهد. هناك غدروا بي، كان الرب بيتكلم على شعب، إن هم غدروا بي، وراح شاب إن هم غدروا بي زي ما آدم زمان تعدى العهد. من الآية دي فقط نفهم إن الله دخل في مع آدم في عهد. للأسف أنا مش هتكلم كتير على العهد مع آدم، مع إني يستحق إن نعمله مرة واحدة، وليه شروط وليه فوائد. ومن ضمن الحاجات العجيبة اللي الرب كان عامل حسابها في العهد مع آدم هو إمكانية إن آدم ما يسلكش مستقيما في العهد. يعني كان عامل حساب الغلطة بالبلدي. يعني الرب دخل مع آدم في عهد وحط كده بقب في يعني إيه؟ لو آدم ما عرفش يكون أمين في العهد أنا هعمل إيه؟ فاهمين حاجة؟ أكون أمين. لو آدم ما كانش أمين أنا هعرف أصلح إزاي العملة بتاعت آدم. عشان كده لما نقول إن الفداء والتجسد ده كان لازم، لا ما كانش لازم، لا ده كان ضروري، لانه في العهد حاجه جوه العهد. لو احنا وقفنا شويه عند ادم وشفنا السلطان اللي مع ادم كان ضمن شروط العهد او ضمن الاتفاقيه بتاعت العهد. ادم انت هتكون ابن لله، طيب انا موافق، دخلت معاك في عهد، هتديني ايه؟ هديك السلطان على كل الحيوانات الارض. اوكي هتعملها ازاي؟ هجيب لك كل الحيوانات وانت تسميهم يا ادم. ما خد يعني ايه كده اول ثلاث اصحاح؟ ايه اللي يخلي ربنا يجيب الحيوانات لادم وادم هم اللي يسميهم؟ مش انت خلقتهم ما تسميهم. قال لك لا انا دخلت مع ادم في عهد، ومن ضمن الحاجات اللي في العهد اني اديله من امكانياتي. فاهمين حاجه؟ فالرب لما دخل مع الإنسان في العهد دخل مع الخليقة بتاعت الإنسان في العهد. أكمل بسرعة. العهد الثاني مع إبراهيم. العهد الثاني مع إبراهيم. عهد الختان. ودي كانت أول مرة الرب يطلب علامة أو يعمل علامة للعهد. قال الرب لإبراهيم اذهب من أرضك من عشيرتك من بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. هتعمل معايا ايه؟ اجعلك امة عظيمة واباركك واعظم اسمك وتكون بركة، ابارك مباركيك ولعنك العنك وتبارك فيك جميع قبائل العرب. ده العهد. تعالى ورايا وانا هديك كل دول. اوكي هاجي وراك اتفضل. هو عمل علامة تانية مع نوح ان هو يقف في السماء، يعني انا مش هديك العالم. حلو، بس انا ليه ما حطيتهاش؟ لان في خط ماشي ورا العهد اسمه الدم. كلمة عهد معناها ايه؟ شيء بيقطع ويسيل منه دم. فكل كل عهد فيه دم ده العهد الخط الرئيسي. في عهود تانية زي العهد مع نوح لما الرب قرر انه لا يعود يهلك الارض مرة ثانية بالطوفان، وقال له هديك علامة عهد اللي هي ايه؟ قوس قزح. لغايه الوقت النهارده، لغايه النهارده اول ما الدنيا تمطر مطر شديد نلاقي ايه؟ في السحاب قوس قزح علامه العهد. لكن دي كانت حاجه خاصه مع نوح. لكن الحاجه اللي تخصنا اللي انا عايز اوصل لها اذا شاء الرب وصلنا يعني النهارده هي العهد اللي فيه دم، لان ده اللي يخصنا دلوقتي. ماشي؟ فعهد ابراهيم قال له انا عايز اقطع معاك عهد. طب انا انت عندك دم يا ابراهيم؟ انت بني ادم يعني عندك شريان فيه دم. انا ما مش جسد عشان يبقى فيه دم. طب نعمل ايه؟ قال لك لا بص. قال له انا الرب الذي اخرجك من كور الكلدانيين ليعطيك هذه الارض. خذ لي. خلي بالك من الكلمات. خذ لي. يعني دي بتاعتي يا ابراهيم مش بتاعتك. هات لي عجله.
ثلاثية، يعني عجلة عمرها 3 سنين، وعنزة عمرها 3 سنين، وكبش عمره 3 سنين، ويمامة وحمامة. بس خذ ليه؟ دول بتوع يا ابراهيم، طبعا تفكر دول بتوع. انت عندك ايه؟ دم. انا ما عنديش دم، ما عنديش، انا عايز ذبيحة نقطع الدم ويبقى احنا كده عملنا العهد مع بعض. جاب الذبائح دول وراح الرب وقع سبات على ابراهيم وقطع الذبائح، وفي آية 17 ثم غابت الشمس فصارت العتمة وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. يعني واضح انه الرب عمل ايه؟ قطع العنزة وقطع العجلة وقطع اليمامة، قطعهم كلهم ايه؟ نصين، وحط نص هنا ونص هنا. ولازم اللي يقطع العهد الاثنين يعدوا ما بين ايه؟ القطع دي. لكن هنا الرب عدى لوحده، ابراهيم كان نايم. في ذلك اليوم قطع الرب مع ابراهيم ميثاقه. ليه طب الرب خلى ابراهيم ينام وهو اللي عدى في العهد؟ لا، قال اصل ده عهد نعمه، ابراهيم ملوش يد فيه. ابراهيم ركزوا معايا، لو كنتوا نايمين الوقت اللي فات اصحيتوا ولا لسه؟ لا نايمين، قررت تنام. اوكي انا هخلص عشان ما تناموش. ابراهيم ما عداش في القطع، ما عداش ما بين الذبائح. قال اصل ابراهيم غير ملتزم بحاجه في العهد ده، ده عهد نعمه مني لابراهيم. الرب الزم نفسه تجاه ابراهيم. ركزوا معايا قوي، كل ده كل ده اللي انا عمال اقوله عشان اوصلك لقيمه العهد بتاع المسيح. الرب الزم نفسه انه يبارك ابراهيم، الرب الزم نفسه ان يد ابراهيم نسل، الرب الزم نفسه ان ابراهيم لو قال له صدوم وعموره ما تحرقهاش، حاضر ابراهيم. فراح ابراهيم قال له بص ما تحرقهاش لو فيها 45، قال له حاضر. طب ما تحرقهاش لو فيها 40، قال له حاضر. اصل بينا عهد والكلام اللي تقوله انا هنفذه لك. ليه؟ احنا متفقين، انا الزمت نفسي يا ابراهيم اني اسمع كلامك. فابراهيم وصل لغايه 10، قال له لو فيها 10 ما تحرقهاش، قال له حاضر. ابراهيم ما قالوش، حس انه ايه؟ ربنا ممكن ما وافقش، فما لقيش 10 فما اتكلمش تاني. انتوا فاهمين؟ لو ابراهيم قال له لو فيها 3 ما تحرقهاش كان الرب قال له ايه؟ حاضر. ليه؟ في عهد، في معاهده ما بيننا، وطالما في معاهده سلام زي مصر واسرائيل عملوا معاهده سلام، ينفع اي حد فيهم دلوقتي يخش على التاني يضربه؟ ابدا، بل بالعكس لو في حرب مضاده لمصر واسرائيل بواقع معاهدة السلام، مصر وإسرائيل يتحدوا ضد العدو. انتوا متخيلين كده ولا مش متخيلين؟ عشان في معاهدة، ده حقيقة على فكرة، أنا مش بألف. في معاهدة ما بين، معاهدة سلام ما بيننا وما بين إسرائيل. عشان كده هما يدونا موارد وإحنا نديهم موارد، ولو في حرب جاية علينا إحنا الاتنين وإحنا طلبنا مساعدتهم يساعدونا، إلزاما عليهم يساعدونا. عشان في عهد. الرب هنا كان مستعد انه ينفذ اي حاجه لابراهيم. اكمل. دي صوره يعني من سوره كده. قال له بص بقى انا محتاج حاجه صغيره جدا، عشان انا دلوقتي عملت العهد معاك وانت كنت نايم وصدقتني. طب ولادك يدخلوا ازاي في العهد؟ يعرفوا ازاي اصلا ان انا عملت معاك عهد؟ قال له بص تعالى نعمل علامة، والعلامة فيها برضو ايه؟ قطع وفيها دم. قال له تختن كل الولاد في اليوم الثامن علشان يبقى الولاد دول دخلوا في العهد بتاعي معاك ابراهيم، وانا ملزم زي ما كنت ملزم قدامك ابقى ملزم ايه؟ قدامك. وراح عمل علامة العهد اللي هي ايه؟ الختان. العهد مع موسى، العهد مع موسى
أول بلورة لكتابة شروط العهد. العهد مع آدم، العهد مع إبراهيم كان العلامة والدم، الرب ألزم نفسه، العهد مع موسى قال له بص بقى الشعب بقى كتير قوي، عايزين بقى نكتب الشروط بتاعة العهد عشان كل الجيل يقراها. قال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك مع إسرائيل. وكان هناك عند الرب 40 نهارا فكتب على اللوحين كلمات العهد، الكلمات العشر. كان أول كلمات تتكتب في العهد هي لا تقتل، لا تزني، لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا، مش عارف لا تشتهي، لا يكن لك تمثال ولا صورة أمامي، شروط العهد. قال له لو الشعب التزم فيها يبقى أنا ملتزم إني أعمل إيه؟ أحميهم وأكون معاهم. الشعب ما التزمش أنا إيه؟ مش ملتزم. وراح وقف الشعب، الرب قال إيه؟ الرب إلهنا موسى نزل من الجبل، الرب إلهنا طلع معنا عهدا في كوبين، ليس مع آبائنا، مش مع إبراهيم بس، قطع الرب هذا العهد، بل معنا نحن الذين هنا اليوم، جميعنا أحياء، وجها لوجه، فكأننا الرب معنا في الجبل وسط النار. أنا كنت واقفا بين الرب وبينكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب، لأنكم خفتم. هذه هي الوصايا والفرائض والأحكام اللي أمر بها الرب وقال له اسمع يا إسرائيل وادالي الوصايا. فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد. لازم تبقوا عارفين أن الرب حافظ العهد، وإنت قلت أمين على العهد على شروطه، إذا لازم تبقى حافظ العهد. فاحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أنا أوصيك بها اليوم لتعملها. البركة إذا سمعتم وصايا الرب، واللعنة إذا لم تسمعوا. إحنا متفقين تمشي معايا تتبارك، تلتزم بالعهد تتبارك، ما تمشيش معايا وما تلتزمش بالعهد تصاب بالعهد. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من جميع الشعوب. انت لو مشيت معايا في العهد هتبقى من خاصتي. طب انت عايز تقول ليه ان الهري ده كله؟ ثم كلم الله موسى قال انا الرب وانا ظهرت لابراهيم واسحاق ويعقوب باني اله قادر واقمت معاهم عهد وتذكرت العهد. لذلك قل لبني اسرائيل انا الرب، انا اخرجكم من تحت اثقال المصريين وانقذكم من عبوديتهم واخلصكم بذراع ممدوده واحكام عظيمه. ليه هتعمل كده؟ عشان انا وعدت ودخلت في عهد مع ابائكم. العهد الرابع او الاظهار الرابع للعهد مع داود، وده اللي هختم بيه كلامي، وممكن مره ثانيه نتكلم في تفاصيل اكتر. العهد مع داود ده غريب جدا برضه، ما نلاقيش في سيره في مزامير داود، نلاقي في مزامير داود ما نلاقيش حاجة واضحة قوي في حياة داود تقول إن الرب دخل في عهد. لكن بيقول إيه؟ تراءى الرب لسليمان وقال له أنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك وعلمت حسب كل ما أمرتك به حفظت فرائضي وأحكامي فإني أثبت كرسي ملكك كما عاهدت داود. قال له أنا عهدت داود إني أثبت المملكة، لو أنت مشيت معايا في الوصايا والفرائض هثبت مملكتك، ما مشيتش المملكة هتتقسم يا سليمان والدنيا هتبوظ. ولم يشأ الرب أن يبيد بيت داود لأجل العهد الذي قطعه مع داود، لأنه قال إنه يعطيه وبنيه سراجا كل بيت. الرب دخل مع داود في عهد. طيب أنا بقى هدخل معاكم في شوية تفاصيل صغيرة في مزمور واحد. ايه الامكانيات اللي الله اداها لداود في العهد؟ نقرا بس المزمور ده وانا قربت خالص. وجدت داود عبد بدهن قدسي مسحته الذي تثبت يدي معه ايضا ذراعي تشدده. خلي بالك كل ده بيذكر في الاخر عشان العهد. ليه يا رب هتشدد ذراعك تشدد داود؟ قال عشان انا دخلت في عهد. طيب يعني ينفع داود
يقف يقول للرب يا رب شدد ذراعي؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. الرب ملتزم انه ايه؟ يشدد ذراعه. ليه؟ اصل داوود في عهد، وداوود ادرك الحته دي فراح كتب يا جماعه ده ربنا اللي هيعمل معايا كده. لا يرغمه عدو، مفيش عدو يرغم يهزمه، ده في العهد. وابن الاسم لا يذلله، مفيش واحد خاطي او ابن اسم يقدر يذل داوود. ليه؟ اصل انا في عهد مع الله. واسحق اعدائه، خلي بالك ده الرب اللي بيقول لداوود، اسحق اعدائه امام وجهه واضرب مبغضيه. ليه هتعمل كده؟ اصل انا في العهد، انا ملتزم، انا راجل ملتزم، الهنا حافظ العهد وملتزم. طالما بيقول كلمه ما بيرجعش فيها يا اخوانا، احنا بنرجع. عشان كده مش بنستمتع ببركات العهد، فاهمين حاجه؟ الرب من جهته ملتزم بالعهد. اما امانتي ورحمتي فمعه، باسمي ينتصر قلبه، يعني قوته باسمي. مجرد انه يقول اسمي او هو ملتزم انه يذكر اسمي قلبه ينتصر، يبقى قوي. هو يدعوني، وده غريبة جدا بقى، قعدنا سنين طويلة نسمع ان مفيش حد في العهد القديم وصل لعلاقة انه يدعو الله ابوه، واحنا في العهد الجديد يا بختنا ان احنا بنقول ابانا. اتاري ان داود من العهد القديم زمان قوي قال له ايه؟ أبي أنت. إيه ده؟ ده أتاري أبي أنت دي في العهد. يعني الرب لما دخل مع داود في عهد قال له بص يا داود أنا هتبناك وأنت تبقى ابني وتقول لي يا بابا. بجد؟ آه بجد يا داود، دي ما حصلتش يا رب خالص، ده إشعياء بكلام تقدره قال له يا رب أنت أبونا، يعني على استحياء كده ما يقدرش يقول له أبويا الخصوصي. ومحدش قالها قبل كده. قال له انت هتقول ليه يا داوود؟ ليه يا رب؟ قال له انت حبيبي يا رب، انا بحبك وخليتك ابني وخليتك تقول لي يا بابا. ده من العهد القديم اهو. ابي انت الهي صخره خلاصي، انا ايضا اجعلك اجعله بكرا. قولوا لي بقى، هو داوود بكر؟ داوود رقم كام في اخواته؟ ده اخر واحد، ده الاخير، ده البيت. قال انا بقى طالما الواد ده دخل معايا في عهد هخليه البكر. الله، دي تنفع؟ تنفع يبقى داوود اللي مش بكر يبقى بكر؟ تنفع طالما في العهد كل حاجه تنفع. انا اجعله بكرا اعلى من ملوك الارض، الى الطهر احفظ له رحمتي وعهدي مثبته له. تخيلوا لو كل الكلام ده والمجد والعظمه دي كلها في عهود عملها الله في العهد القديم، ما بالنا احنا اللي في العهد الجديد، في عهد النعم، في المسيح يسوع ربنا. ايه اللي لينا بقى؟ ايه الخير اللي انا مش هقدر اتكلم طبعا، معلش انا في ناس كتيرة دخلت في عهود، يعني هذكر بعض منها بس اقول لكم ان احنا لو ادركنا بس ان داوود بكل المجد اللي فيه ده عهد قديم، يبقى احنا لينا ايه؟ اعظم من داوود. قولوا معايا، احنا لينا اعظم، واعظم من ابراهيم، واعظم من موسى، واعظم من ادم. طبعا مرة الرب مر على شعبه في في حزقيال 16 وكانوا في السبي وكانوا متبهدلين جدا، فيقول كده الكتاب عنهم ايه؟ فمررت بك ورأيتك، وإذا زمنك زمن الحب، ما كانتش تستاهل ولا تتحب ولا أي حاجة، فبسطت زيني عليك، سترت عورتك، حلفت لك، دخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي
حممتك بالماء، كسرت عنك دماء، مسحتك بالزيت، ألبستك مطرزة، نعلتك بالتخس، أذرتك بالكتان، كسوتك بدن، حليتك بالجلي، فوضعت أسورة في يديك، طوقا في عنقك، وضعت خدامة في قلبك. كل ده ليه؟ أصل دخلت معاها في عهد. طب هي ما تستاهلش؟ ما هي عهد مش مشروط. عهد، هي ما تعملش حاجة، أنا اللي هعمل. طب يا رب أنت لما تدخل معانا في عهد، طب إحنا معانا شوية طيور ومعانا شوية حيوانات ومعانا الأرض بتاعتنا. قال عشان خاطركم أدخل، وركزوا معايا قوي في الكلمتين ثلاثة دول، عشان خاطركم أدخل مع الأرض بتاعتكم وأدخلها معايا في العهد. يعني إيه؟ يعني يا إنسان لو أنت أدركت العهد وجيت تزرع، أنا هاخد أرضك دي وباركها عشان انت معايا في عهد. والصحراء مره مش يعني النهارده او امبارح كنت بقرا حاجه عن نسبه الصحراء في العالم كله مقارنه بالدول العربيه. فوجئت ان الصحراء في اوروبا نسبتها 1% من مساحه اوروبا كلها. خليم الصحراء، الارض الناشفه، البور، الصحراء نسبتها 1% من اوروبا كلها. ده في بلاد ما فيهاش ولا سنتيمتر صحراء، يا اما زرع يا اما مباني يا اما اماكن للمعيشه. واحنا عندنا كميه صحراء في بلادنا غير عاديه. هل ده ليه معنى ولا يعدي كده هباء؟ بالنسبه لنا احنا ولا اي حاجه خالص، احنا عندنا ارض كثيره وصحراء. لا 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 لا، بالنسبه للانجيل والكتاب المقدس ان الارض البور معناها ان شعبها لم يدرك ولم يدخل بعد في عهد امانه مع الرب. لانه في العهد متضمن خير للارض. خلوا بالكم احنا البقعه الزراعيه عماله تقل 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 تقل، والصحراء موجوده وزياده. يعني هيجي الوقت ما نلاقيش خضره والبلد كلها صحراء. فاهمين حاجه؟ بصوا معايا على الشكل ده. 96% صحراء و4%. بصوا معايا، ويكون في ذلك اليوم يقول الرب انك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي، وانزع اسماء البعلين اسماء الشيطان من فمها فلا تذكر ايضا باسمائها. اسمع معايا الكلمتين دول، واقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البريه وطيور السماء ودبابات الارض. ايه ده يا رب؟ احنا متعودين ان العهد تقطع مع الانسان. ايه اللي جاب الحيوانات؟ قال لك اصل انا لو الانسان دخل في عهد معايا بامانه هاخد كل الحيوانات اللي تحت سلطانه وارادته معايا في العهد. هتعمل فيها ايه؟ هباركها زي ما هبارك. طب تعمل ايه كمان؟ اكسر القوس والسيف والحرب من الارض. ما يبقاش في حرب ولا قوس ولا سيف. واجعلهم يضطجعون امنين. يا خبر ابيض، ايه ده؟ دي موضوعها في العهد. اجعلهم يضطجعون امنين. مش حاجه تخوفهم؟ واخطبك لنفسي الى الابد. هدخل معاكي في خطبه. اخطبك لنفسي بالامانه فتعرفين الرب ويكون في ذلك اليوم اني استجيب. خلي بالك الرب اللي بيقول وبينزل نفسه. يكون في ذلك اليوم يقول الرب اني استجيب، مش احتمال استجيب. اني استجيب يقول الرب استجيب السماوات وهي تستجيب الارض. يعني السماء تستجيب والارض كمان تستجيب. والارض تستجيب القمح والمسطار والزيت، يعني القمح والعنب والزيت، الكرمه والخير والقمح
نتيجة العهد الرب يستجيب بصيد. ويتستجيب يزرعي وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم اللي ما تترحمش، أرحم لرحام وأقول للو عني، يعني أقول للبنت اللي هي مش قريبتي أنت شعبي، وهو يقول أنت إلهي. اللي أنا عايز أخد من الشاهد ده حاجة واحدة بس، إنه الرب لما بيدخل مع الإنسان في عهد والإنسان يدرك العهد، الرب بيدخل أرضه في العهد، في أرضه تفيض خير وقمح وزيت، وتستجيب السماوات بالمطر وتستجيب الأرض. فاهمين حاجة ولا جبتوا؟ طيب الموضوع يستاهل؟ يستاهل؟ طيب أحكم. طب هقول كمان، طب لو الإنسان اللي في الأرض لم يعرف العهد ونكس العهد ولم يلتزم بالعهد، الرب يعمل ايه في الأرض؟ بص تفرغ الأرض إفراغا وتنهب نهبا. ايه ده؟ الجمل دي ملهاش صدى كده في العشر سنين اللي فاتوا كده؟ ما تعملش صدى معانا؟ تفرغ الأرض إفراغا وتنهب نهبا، لأن الرب قد تكلم بهذا القول: ناحت زبلة الأرض حزنا، زبلة المسكونة حزنا مرتفع شعب الأرض. ليه؟ والأرض تدنست تحت سكانها لأنهم تعدوا الشرائع، غيروا الفريضة، نكسوا العهد الأبدي. العهد اتنكس، وأول ما العهد اتنكس الأرض إيه؟ اتنكست، اتنهبت. بص يقول إيه؟ لذلك لعنة أكلت الأرض، عوقب الساكنون فيها، لذلك احترق سكان الأرض وبقي الناس قلائل. ناح المسطار، زبلت الكرمة، انتفى سرور الأرض، ما عادش فيها حاجة خضراء. إن زبلت البصو، ناح المستار، زبلت الكرمة، انتفى سرور الأرض. دي خطورة على فكرة. أنا بوقفنا في حتة خطر اسمها لازم ندرك العهد، ولازم نقف نصلي بإدراك العهد. اقف وقتك وانت بتصلي من حتة اسمها العهد. احنا بنصلي صلاة احنا في العهد، كل يوم الصبح لازم نصلي الصلاة دي، احنا في عهد ابنك. بنقول يا جوشع استرني بايه؟ استرني بايه؟ بدم عهد ابنك. لازم تعلن انك في العهد كل يوم، لازم تعلن انك في العهد. ليه؟ اصل انت طالما انت في العهد، الرب ملتزم تجاهك، الرب ملتزم تجاهك. تخيل كده لما يبقى الرب ملتزم انه يحميك. فاهمين حاجه؟ اختم بسرعه. انا حاولت بس احط قدامكم، حاولت يعني كلام كتير قوي، يعني اختم بدي معناها محزنه قوي يعني قوي. كان في ملك اسمه نبوخذ نصر، كان اله كلام الرب قائلا كل بيت للبيت المتمرد. أما علمتم ما دي؟ قل هو ده ملك بابل قد جاء إلى أورشليم وأخذ ملكها ورؤسائها وجاء بهم إلى بابل. جه ملك بابل أخذ الملك غالبا صدقية وراح بابل، وقال للملك صدقية إيه؟ اعمل معايا عهد. العهد بيتعمل إن كل واحد بيحلف باسم إلهه، وطالما حلف باسم الهه هذا الاله ملتزم انه ينفذ العهد. واخذ من الزرع الملكي، اللي هو نبوخذ نصر ده اخذ من الزرع الملكي وقطع معه عهدا وادخله في القصر، قال له احلف. واخذ اقوياء الارض، ايه العهد بقى اللي دخل فيه الملك بابل مع ملك اسرائيل؟ ان المملكه لتكون المملكه
افهموا بس، ده عهد ما بين ملك بابل ملك شرير دخل مع ملك اسرائيل، قال له احلف بالهك قبل ما يعرف هو يحلف على ايه. اه يعني احنا في بعد كده ايه بقى احلف على ايه؟ ان المملكه تفضل حقيره ولا ترتفع. قال لا، طب الرب ملتزم بالعهد ان المملكه تبقى حقيره ولا ترتفع. اه ليه؟ حلف باسم الرب الهه ان المملكه تفضل حقيره ولا ترتفع. امتى العهد ده يتكسر؟ لو جه ملك تاني وقال انا برفض هذا الكلام، وقف قدام الرب وقال لا المملكه ترتفع. طب ايه اللي انا عايز اقوله من الفكره دي؟ يكونش ارضنا دي ارض مصر في ناس دخلت في عهود مع ابليس في زمن، في زمن قبلنا، في زمن قبل قبلنا، في زمن من 200 سنه، من 200 سنه. يكونش في ناس دخلوا في العهد، في عهد مع ابليس ان الارض دي تفضل حقيره ولا ترتفع. يكونش في ناس دخلوا ان الارض دي تفضل بور صحراء ما تبقاش خضره. يكونش في عبادات شيطانيه كانت في ارض مصر ايام الفراعنه، وبلاش ايام الفراعنه احسن حد يقول انت مجنون، من 200 سنه 300 سنه الناس اللي بيعملوا سحر وشعوذه ودجل واحجبه ولغايه دلوقتي بيهببوا بالهباب ده في مصر. يكونش في ناس في مصر عملوا عهد مع ابليس ان الارض تفضل حقيره. طب نعمل ايه في الحاله دي؟ ايه؟ ربنا يصلح كده. ربنا عايز ولاده يقفوا في عهد ضد هذا العهد الشيطان. وانتي اعلى احسن الكنائس كلها اللي في العالم، بعكس مثلا اوروبا ما فيهاش التدين في مصر، اللي بيروحوا مهجر اوروبا هم اللي بيعملوا كنائس واديره وتدين هناك. فازاي هناك يبقى ربنا راضي عنهم وارضهم حلوه كده، ومصر اللي هي ظهر المسيح والعادله المقدسه وشرب من ميتها ومشي في ارضها، ازاي مش هتبقى مبروكه وتبقى بور بهذا الكلام؟ مصر زارها المسيح ومبروكه طبعا. بس عايز الرب ليه كنيسه النهارده صح؟ ليه كنيسه في الارض، ليه شعب في الارض، عايز ولاده النهارده يكونوا سبب بركه للارض دي. حضرتك تبقي سبب بركه للعماره اللي ساكنه فيها، وتقولي كده وانت في العهد، انا طالما في العهد بارك. انا النهارده الصبح، النهارده الصبح لحسن خايف اعمل حاجه تقول عليها مجنون يعني. انا دايما ماشي بصليب، ما انا مش كاهن ولا قسيس ولا مشعوذ ولا حاجه. انا علمونا زمان ابائنا الروحيين انك في سلاح تمشي بيه على طول ما تفرقوش، وابني معايا صليب صغنن في سلاح ما تفرقوش. تعمل ايه؟ بارك كل مكان انت تخشه. بارك الشغل بتاعك. بارك الثلاجه. بارك البيت. بارك الحيطان. بارك الارض. بارك ولادك، بارك المكان اللي انت شغال فيها اللي عليه، بارك المواصلات اللي انت بتركبها، بارك الجو انه يبقى كويس. مفروض ولاد الرب في الارض يباركوا الارض كده، الارض في العهد. لو ولاد الرب ما بيعملوش اي حاجه في الارض مفيش بركه في الارض. الرب باركها عشان ده صالح، الرب صالح بيشرق شمسه على الابرار والاشرار ويمطر على الصالحين والطالحين. مش معنى ان هو صالح احنا ما ناخدش غرورنا، صح؟ هو ربنا صالح وجميل وحبوه، بس عايز ولاده يشتغلوا معاه، عايز ولاده يدركوا العهد ان هما في العهد. الكاهن ما ينفعش يعمل قداس من غير ما يصلي القسمه بتاعه ايها العظيم المتعجب منه بالمجد حافظ عهده. كل يوم الكنيسه في صلواتها تقول له انت حافظ العهد، انظر الى العهد. هات الصوره عشان نختم سنه الكلام، كمل. انظر الى العهد، احنا في عهد اعظم. في مره كده نبقى بعد اذن طبعا المسؤولين نبقى نتكلم على العهد بتاع المسيح ده. شوفوا كل الكلام ده ولا حاجه
تجاه اللي المفروض نعيشه في المسيح ولا حاجة. أمين؟ أنا بصلي الصلاة دي مع ابني أبويا السماوي جوشا. أبويا السماوي بشكرك عشان أنت صالح عشان أنت بتحبنا من فضلك من فضلك خليني خليني ايه؟ قول من فضلك خليني شبهك واسترني بدم عهد ابنك. كل يوم الصبح لازم نصلي الصلاه دي. مرات انزل كده مثلا بالنهار يعني نبقى نزلنا الصبح وطلعنا وبعدين نازلين نجيب حاجه تاني فاللي هو نزل. انا خلاص فتحت الباب وطالع فبعد ما نطلع امبارح عملها معايا او اول امبارح قول لي بابا احنا نسينا نصلي. هو اتعود ان طالما هنفتح باب الشقه يبقى لازم نعمل ايه؟ نقف في العهد. هو مش فاهم طبعا كل اللي انا بقوله لكن خلاص هو اتزرع فيه. طالما فتحنا باب الشقه يبقى قبل ما ننزل لازم نصلي. اقف في العهد اقفي في العهد. ايه؟ الكلام اللي بيقوله الطفل ده صعب. بيقوله صدقني. يلا نصلي يا اخ ماجد ولا خلاص كده؟ اخر سؤال اتفضل. العهد ده كان عامل في الاخر ايه؟ نام. ماشي. اقصد ابراهيم حسب فضل يعني انا عليا لو انا زي ما انت بتقول العهد بتاعي الله هو عهد عهد نعمه بين الله وبيني وانا ما عنديش دور طب لماذا اصابت هذه فهمت السؤال لماذا اصابت فهمت السؤال ما تقلقش. عارفين ايه الدور اللي تعملوه؟ انك كل يوم الصبح تقف في العهد. طب لو وقفتش يبقى انت ما عملتش الدور. فاهمين حاجه؟ هو عهد نعمة بس انت عليك دور في ايه؟ انك تدركه انك تفهمه انك تقف بيه. يا جماعة ليس من اعمال كي لا افتخر احد. ايه ده يعني احنا ما نعملش اعمال كويسة؟ لو ما عملتش اعمال كويسة تبقى انت طلعت بره العهد. لو ما وقفتيش صليت لاجل بيتك انت بره العهد. لو ما وقفتش صليت لاجل كنيستك انت بره العهد. لو ما عملتش انت بره العهد. طب لما تعمل وبذمتكم يعني الصلوه اللي احنا بنصليها دي الصلوه تاخد لها كام دقيقه؟ دقيقتين صح؟ دقيقتين صح؟ في مقابل الرب بيعمل ايه؟ يعني كتير يعني مهما تقدم مهما قدمنا ولا حاجه قدام اللي الرب بيعمله بس لازم تقدم قدم ذبيحه يقول كده في سفر العبرانيين ذبيحه شفاء معترفه باسمه. احنا حتى اسم الرب مش بنقدمه ذبيحة. انت عارف لما تذكر اسم الرب انت بتقدم ذبيحة؟ تقول يا رب انا باسمك في اسم يسوع باسم يسوع انا في المسيح يسوع انت بتقدم ذبيحة. امين. حد فاهم حاجة؟ عايزين فرصة واثنين وثلاثة ممكن نيجي نصلي معانا يوم روحي تبقى معانا من الأول ناخد العهد ناخد تفاصيل ناخد كده رحلة العهد كلها بعد إذن حضرتك. اتفضل. حضرتك قلت إن في ناس من مئات السنين متحالفين مع إبليس عشان الأرض دي تبقى تتنهض يعني ممكن طب إيه بقى الحل إيه؟ الحل إن كنيسة الرب الكنيسة اللي الرب حطها في الأرض دي تقف ضد كل عهود شيطانية ممكن تكون اتعملت في الأرض دي وتفكها. إزاي؟ إزاي؟ بصوا حبايب هقولها وخلاص. أنتوا عارفين إنه كلمة ربنا للأسف اختصرنا إنها تتقال جوه الكنائس.
ونصليها او نقولها او نقراها في البيوت، ده كويس. يعني ما اعرفش كم واحد بيعدى، كم واحد عدى عليه مثلا اسبوع ما قراش في الانجيل؟ حلو، كلكم قريتوا. كم واحد عدى عليه ثلاث ايام ما قراش في الانجيل؟ حلو حلو، يعني حلو. طيب كويس تمام، يسمع اولاده يقروا له. احنا بنعمل حاجه جميله جدا ابائنا علمنا، قال لك الكلمه دي هي ليها السلطان. طب تعمل ايه؟ طول ما انت ماشي في اي حته حسيت ان انت متضايق او في حاله انهيار او جالك كآبه او حسيت ان الحته دي دخلتها ونفسيتك كده مش مرتاحه، اعمل ايه؟ لا، افتح الانجيل واقرا رساله، اقرا مزمور بصوت عالي. ما انا بقول يعني اقف في حته يعني ينفع تقول ايه؟ ما انا بقول لك لو فرض دخلت حته منطقه مثلا، انا لما بروح خدمه في قريه اول حاجه بعملها اني اقرا بصوت عالي ولو اصحاح في البلد دي. بعمل ايه؟ وابائنا قالوا لنا ايه؟ بتبدر، ركزوا في التعبير ده، بتبدر كلمه ربنا في البلد دي. اول ما تبدر كلمه ربنا في البلد دي، لو كان في عبودة اتعملت على البلد دي، انت حطيت بذرة بتاعة كلمة الرب ضد اللي حصل في البلد دي. فمين حاجة؟ احنا لم ندرك حتى الان قوة كلمة الله. اخر سؤال حضرتك، رفع ايدك من بدري. ده وعد محتاج تحقيق، محتاج ان احنا نحقق. كل الكتاب ده وعود، الوعود دي مش هتشتغل اوتوماتيك. يعني مش عشان في وعود مكتوبة في كتاب مقدس هتشتغل لوحدها. الوعود محتاجه ايه؟ محتاجه بني ادمين يقفوا يرفعوا ايديهم يصلوا يعلنوا الوعود دي، يبدروا كلمه ربنا في البلد عشان الكلمه تجيب ثمر. ده مش كلامي، ده كلام كل الاباء. انا اسف طولت عليكم، انا اسف. محتاجين فرصه اكتر، ممكن نجاوب على اسئله اكتر. تفضل. شكرا لكم.